هل تعرفون من هو همترو؟ مخلوق حلو صغير همترو. أنا فاكرة ما كنت صغيرة كنت بروح المدرسة، كانت أحلى راحة. أصحى الصبح، الشراب ودانتيلا، المريالة الجميلة، في يونكتين في شعري، ما كنتش بتعب في حاجة. ماما تلبسني لبس المدرسة، أروح على الفصل، أقعد مع صحابي، أروح الكانتين، أجيب حلويات، لبان. فاكرين الكاراتيه والبوزو والشيبسي؟ أتمشى شوية مع صحابي في الحوش، ألعب أولى، نلعب صلح، ممكن نلعب بنك الحظ، ممكن الولاد عندنا يجيبوا النحلة المدبارة دي اللي بتعمل تشو تمشي تلف دي مثلا يلعبوا بيها. كنا ممكن نلعب صيادين السمك، ممكن نلعب الكلب الحيران، كنا نلعب فتح يا وردة قفل يا وردة. كان مصروفي ساعتها 50 قرش. ال50 قرش دي كانت كتير قوي. كان الغني فينا بقى اللي ياخد جنيه، واللي ابوه كان عمده بقى كان ياخد 5 جنيه. كانت ايام. بنارنو 13 حبة. كنت بعد بقى ايه ما مخلص اليوم الدراسي بتاعي اروح فين؟ اروح البيت، الاكل بتاعي جاهز وماما عامله لي كل حاجه حلوه، وافتح التلفزيون اتفرج على كعبول، الجاسوسات، مغامرات مارتن، عندك يوغيو. الكرتون ده كان عالمي، كنت بكرش على واحد اسمه جوي، مش اللي هو يوغي صاحبه جوي بشعر اصفر ده، عارفينه؟ كرتون القناص كنت بكرش على كيلو ساعتها. كرشات الطفوله. كان في كده اغاني معينه بنسمعها، مين فاكر فيكو عفاف راضي؟ هم النم يا روحي يلا جايبالك مام. على فكره كانوا بيعملوا عليا تنمر وانا صغيره بسبب الاغاني دي. عارفين دبدوبات تخينة؟ عارفها؟ اللي لابس راموس تنويني كانوا بيقفوني في النص، عاملين عليا دوريه دبدوبات تخينة. كنت بقى لما بعيط كانوا بيغنوا لي برضو اغنيه، يعني هيعيط هيقول هيقلد دي كتكوت. كانت بتبقى من اكتر الاسباب حزنا عندي، وبتمنى ساعتها ان انا اكبر. كنت ساعتها اجري على ماما، يا ماما امتى هكبر يا ماما؟ وكبرت، وبصراحه بعد ما كبرت بقول امتى اصغر تاني، واتضحت ان كل مشاكل زمان دي هي اللي نفسي دلوقتي ان انا ارجع لها وانا كبيره. ساعات الايام لما بتفوت مننا بنندم عليها. شاركونا باهم لحظات طفولتكم وانتم صغيرين. Bye.